الحاجة التانية الحقيقة النهاردة اللي عجبتني جدا وأشيد بيها، في منطقة عين السيرة في شغل. منطقة عين السيرة دي أنا عارفها كويس قوي لأنه أنا كان حماية على رحمة الله كان المصنع بتاعه هناك، فحتة المدابغ بالتحديد يعني، وناس طيبين وناس جمال، فالحتة دي كلها كانت مدابغ اللي هي صناعة الجلود يعني، وده كان المصنع بتاع حماية، ده كان مصنع رخام جوه المنطقة دي. فأنا يعني من ساعة بقى ما تعرفت بأهل أسرتي يعني الحمد لله وأنا هناك موجود باستمرار يعني شبه كل أسبوع يوم. خلي بال حضرتك بس، بص على الصورة كويس قوي. هنا الرئيس لابس لبس كاجوال عادي جميل، بص حضراتكم لا في زفة ولا في هيصة ولا في دوشة ولا في حاجة، حركت عربيات شغالة عادي جدا، سيادة الرئيس فوق ولسه حوريك بقيت الصورة، الدنيا ماشية عادية جدا، عسكري المرور الونش شغال، اللودر شغال، الدنيا شغالة، وسيادة الرئيس موجود بيتابع، حاجة محترمة جدا جدا. هنا اتنين ستات، بص بقى حضرتك هي الصورة دي، ارجع لي سنة، ارجع لي سنة، ارجع لي سنة من فضلك. ايوه هاتها من الاول، بس عايز حضرتك تعد كده كم عربية موجودين. بص حضرتك كم عربية موجودين، ست الرئيس عربية عادية، انا اخد بالي حضرتك في اتوبيس هيئة واقف وراه، في كام عربية؟ طبعا حراسة رئيس جمهورية يعني، ده أكيد يعني. ست يلبس الكمامة قربت جدا من سيادة الرئيس، واحد حرس. بصوا المكان دي عين السيرة، معلش يا نصر رجع لي تاني، مهم جدا، أصل ده موضوع مهم جدا، خلي بال حضراتكم الإجراءات الأمنية دي إجراءات في غاية الأهمية. بصوا حضراتكم أدي المنطقة دي، منطقة عين السيرة، منطقة شعبية جميلة، أهلها من أجمل الناس اللي تشوفهم في حياتك. سيادة الرئيس قاعد لابس التيشيرت لبس الكاجوال الجميل الخفيف، والست تكلم الرئيس، واضح طبعا لو خلوها تيجي تتكلم حوار رجل من الاسره المصريه يعني، هو بيتكلم هنا اخته، بيتكلم حد من الشعب، ده الكلام الطبيعي. وهو حتى على فكره مش عايزه حاجه، قولي عايزه حاجه، الثانيه قالت كمان عايزه اكلمه، هاتوها خليها تيجي تتكلم تتكلم. هنا الحراسه في منتهى البساطه اللي خلقها ربنا. وبص حضرتك بس ركز مع العربيات، هم قالوا لها لا البسي كمامة عشان هتكلمي سيادة الرئيس، فضلي يا ستي، لبست الكمامة راحت لسيادة الرئيس. شيء حلو، شيء جميل، وشيء بسيط. ما هو أصل الحياة البساطة، أصل الحياة هي البساطة، أصل الحياة هي الطيبة، ده أصل الحياة. خلينا كلنا نساعد، خلينا كلنا نساعد، ده مهم جدا. ما حضرتك هتسمع حملات تشكيك عارفين لو بقى ايه، لو كانت جايه بالكمامه كانت لابسه الكمامه من الاول، هي كانت مش لا اتفضلي يا ستي البسي الكمامه، هتكلم سياده الرئيس، ودي الدنيا شغاله والحياه شغاله، الحياه شغاله، الحياه ماشيه، الحياه شغاله، ولا حد يعرف، ولا حد يعرف مين اللي موجود. ده مهم جدا، فنساعد. رئيس الجمهوريه بينزل بنفسه، بيتابع بنفسه، بيشوف بنفسه الدنيا ماشيه ازاي، الدنيا عامله ازاي. طلع فيش ورا بقى الكوبري، الكوبري ده ما اتفتحش يا حبيبي، والله الكوبري ده تحت الانشاء واللي تحت ده نفس الامر، فالمنطقه دي منطقه عمل، لكن الدنيا شغاله. ارجو ان الرساله دي تصل الى الجميع، ويا رب ان شاء الله يوفق الجميع لما فيه خير هذا الوطن، خير هذا البلد يا رب.